الكاتب العام لجمعية عبد الصمد الكلفاوي الأخ العموم اللي غادي يتكلم لنا على الانطباعات ديالو حول الكرنفال ديال هاد السنة هادي. شكرا سي عبد الخالق على الاستضافة. كما كتعرفوا أن مدينة العرايش كتعرف اليوم الافتتاح لواحد العرس عرائشي، عرس فني، عرس ثقافي، عرس تراثي ديال مدينة العرائش اللي هو مهرجان العرائش الدولي للثقافة والفنون والتراث اللي كتنظمه جمعية عبد الصمد الكلفاوي، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد واحتفاء بهذه الذكرى العزيزة على قلوب المغاربة. كما كتعرفوا أن المهرجان كان انطلاق ديالو اليوم إن شاء الله اليوم مع 7 ديال العشية، كما كتشوفوا أنه كيمتز مجموعة من الفرق الفلكلورية والتراثية اللي كتجسد التصور العام ديال المغرب ديالنا وديال المناطق ديالو اللي كتعلق بسواسة وكتعلق بريابة وكتعلق بجبالة. كاين مجموعة من الفرق الغنائية اللي كتجسد كذلك المناطق الجبلية والمناطق الصحراوية اللي كتجسد الكرنفال ديالنا. كذلك كما كتعرفوا أن المهرجان العرائش اليوم عنده واحد الشعار اللي هو شمال المملكة قوة اقتصادية وقبلية سياحية، حاولنا نجسدها من خلال الثروة الفلاحية اللي كتجسد في الناس ديال اللي كيمثلوا القطاع ديال الصيد البحري، كذلك الناس اللي كيمثلوا القطاع ديال الفلاحة. بالإضافة إلى ذلك هذه السنة تميز بالإضافة يعني قوة المشاركة قوة على مستوى الحجم وكذلك على مستوى الفضاء ديال يعني طويل، كذلك يعني حاولتوا تبرزوا الاستعراض يعني في شارع يعني في شوارع المدينة كلها. بس يا خلق هذا العام هذا كاينه اضافه نوعيه وكبيره بزاف كتتعلق بالفرق المشاركه. هذا العام ان شاء الله كاينه 48 فرقه في السنه الحديثه كانوا باش كنتجاوزوا 25 فرقه. هذا دليل على ان العمل ديال جمعيه عبد الصمد الكلفاوي والرغبه ديالها في اعطاء الكثير لمدينه العرائش وجعل ان المهرجان العرس ديالها يعني يكون يحمل العرس او الصيغه ديال العرس بالمعنى الكامل. وبالنسبه لاحتضان الجمعيه لهذه الفرق الفولكلوريه اللي كتقدمها كل سنه يعني يعني جديد فيما يخص فنون الاستعراض وكذلك يعني على مستوى اللباس على مستوى طبعا يعني طبعا الحجم ديال المشاركه ديالهم على مستوى الحجم الفرق. بالنسبه للفرق احنا ما اقتصرناش على الفرق اللي كانت اللي مرتبطه بالاقليم ديالنا او بالتواجد بالاقليم ديالنا، بالعكس حاولنا نتواجد على جل المناطق في المغرب. استضفنا مجموعه من الفرق حتى دوله قطر